برحب بالاستاذ عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. استاذ عصام مساء الخير، اهلا بحضرتك واعتذر للاطاله. يعني مساء النور. اهلا يا عمرو، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ عصام. اولا شايف مجمل الامر ازاي؟ يعني شفنا شائعات الحقيقه، اي حد ممكن بالتفكير البسيط جدا يتبين لي ان هو شائع، ولكن بتزيد وبتنتشر لحد ما تصل ل 53,000 شائعه. خليني اقول لك، احنا من 2013 واحنا في حاله حرب بصفه مستمره، عمليات الشائعات بتتزايد بصفه مستمره. حضرتك اشرت ل 2000 ل 2019، لكن عايز اقول لك كمان لما نوصل ل 2021 هيتبين ان في ازدياد. من 2013 في ترصد للدوله المصريه، في مجموعات متخصصه في انها تثير بعض الشائعات. هذه الشائعات ممنهجه بشكل ممنهج بشكل منظم. ده يقول لك بالضروره ان ورا منها فرق لديها من الخبره ما يمكنها من اشاعه هذه الشائعات. لمواجهه هذه الشائعات احنا في حاجه ماسه الى التوعيه بصفه مستمره. لا يكفي فقط ان احنا نقول للناس ان احنا نصحح الشائعه، لكن احنا كمان عايزين نبقى سابقين خطوه. عشان نسبق خطوه يجب ان احنا نوعي المواطن المصري بان احنا في حاله حرب، وان في شائعات بصفه مستمره، وان علينا كمان احنا ان احنا نعلن الحقائق بصفه مستمره. يعني انا سعيد جدا وانت بتتكلم النهارده عن موضوعين غايه في الاهميه، عن موضوع القطار وعن موضوع تبطين الترع، لان هي خدت وقت كبير من الشائعه وخدت وقت اكبر من الاعلام على ما صحح الشائعه ورد عليها. احنا محتاجين ان احنا ننتقل الى مكان الحدث في نفس اللحظه، ننقل بالصوت والصوره للمواطنين حقيقه الوضع، والمواطن عليه ان هو يدرك ان في حاله تربص بالدوله المصريه وفي حاله تربص بالانجازات. انت لما بتنقل الكاميرات وتصور للمواطن ان في انجازات على الارض بتتم بالفعل وبيشوفها بالفعل امامه، هو بيصدق مباشره. علينا كمان ان احنا بصفة مستمرة نستخدم كل ادواتنا، مش الاعلام فقط، انت محتاج كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المسجد والكنيسة، بما فيها الازهر، انت محتاج وزارة الثقافة، وزارة الاعلام، جهات الاعلام. احنا محتاجين منظومة متكاملة للتصدي مع الهيئات الثلاثة. احنا كمان محتاجين كمان قانون لحرية تداول المعلومات. كل ما كان عندك حرية لتداول المعلومات تستطيع انك انت تثبت صحة المعلومة او فساد المعلومة بسرعة. وعلينا دايما ان احنا نذكر المواطنين ان احنا في حالة حرب، وان هناك تربص بالدولة المصرية، وان في انجازات على الارض بتتم. انت عندك انجازات لم تحدث منذ عهد محمد علي، انت بتعيد بناء الدولة المصرية، فشيء طبيعي جدا ان يبقى عندك بعض المشاكل الاقتصادية، يبقى عندك بعض مشاكل في التعليم، لانك انت بتحاول تطير العالم كله. يعني في الصحة لما فرنسا يا استاذ عصام يعني تيجي تقول لحضرتك ان هي كمان اسبوع هتطفي نور برج ايفل من الساعة 12 الا ربع مثلا، يعني فطاير العالم كله. لان العالم تأثر بقضيتين غاية في الأهمية. الأولى كانت مرتبطة بجائحة كورونا، وشفنا ان العالم كله تأثر بها وكانت في المقدمة الدولة المصرية، ثم جاءت الحرب الأوكرانية الروسية وأثرت على الاقتصاد العالمي كله، وشفنا مش بس فرنسا وألمانيا، الناس بتاخد دلوقتي التموين بتاعها على يعني بالقطارة. اللي احنا في ألمانيا بتأمم شركات الغاز الخاصة هناك، يعني احنا ده صحيح، ويعني وأممت بعض الشركات الروسية كمان. مظبوط. عايز أقول لك إحنا محتاجين إن إحنا بصفة مستمرة إن إحنا نوعي المواطنين، بصفة مستمرة إن إحنا ننقل الحقائق، بصفة مستمرة صح. إن إحنا لو عندنا بعض الأخطاء إن إحنا نعترف بيها ولا ننكرها. نعم. لأن إحنا في النهاية إحنا جزء من المنظومة الدولية. نعم. وعندنا إنجازات كبيرة وعندنا بعض السلبيات، علينا نعترف ببعض السلبيات عشان نعيد الثقة بشكل كبير في إعلامنا. طب. اللي في السنوات الأخيرة أنا شايف أنه في حرص شديد جدا على نقل الحقائق للمواطنين وإشراكهم في بناء المستقبل. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. عصام شيحة، عضو مجلس قومي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.